السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور، مباشرة من ضفاف نهر أم الربيع، مباشرة من كورنيش مدينة أزمور على ضفاف نهر أم الربيع. مشاهدي قناة شوف تي في، أنتم على المباشر، حنا بكورنيش مدينة أزمور. الساكنة ديال مدينة أزمور لا زالت كتحتج على هذا الوضع، الإضاءة منعدمة كيف ما كتشوفوا نتوما على المباشر، الإضاءة منعدمة، الإضاءة ما كايناش بتاتا، يعني بالجانب ديالنا الأيمن راه كاين الشوك، كاين التراب، كاين الحجر، يعني الثعابين، العقارب، الناس مابقاوش قادين أنهم يدوزوا من هنا، كيخافوا من الكريساج، مابقاوش قادين يجلسوا بنهار، كيخافوا من الشوك، كيخافوا من العقارب، كيخافوا من الثعابين. لا زالت ساكنة ديال مدينة أزمور، لا زالت ساكنة كتحتج على هذا الوضع هذا. وهذا مشاهدي قناة شوف تي في ماشي المرة الأولى ولا المرة الثانية، فمازال الوضع كما هو عليه ولا زالت الساكنة كتحتاج كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في. وحنا غادي نديروا الضوء ديال التليفون، الفلاش ديال التليفون كيف ما كتشوفوا، يعني ها الشوك، هذا كورنيش ديال مدينة أزمور. حنا غادي نحاول نهبط التليفون لتحت باش تشوفوا هذا الكورنيش ديال نهر أم الربيع. ها هو النهر، ها الشوك، يعني مازال الوضع كما هو عليه مشاهدي قناة شوف تي في. لا زالت الساكنة ديال مدينة أزمور كتحتج على هذا الوضع هذا. إلا حيدنا الفلاش ديال التليفون فما غنبقاو نشوفوا حتى شي حاجة بتاتا. مازال الساكنة ما راضياش على هذا الوضع هذا، كتمنى من المسؤولين أنهم يتجاوبوا معاهم، أنهم يوفروا لهم الإضاءة. من هنا كيدوزوا شباب، من هنا كيدوزوا أمهات، كيدوزوا أخوات، فعيب وعار أننا نشوفوا هذا المكان مظلم بهذه الدرجة هذه. بزاف الأخوات، بزاف الامهات كيجلسوا في المقاهي هنايا، فكي بعض الخطرات كيتعطلوا كيدوزوا من هنا، كيضطروا انهم يتكريساو، كيضطروا انهم، ولو ان الحمد لله مؤخرا الكريساج ما بقاش في مدينه ازمور، ولكن حنا ما بغيناش انها توقع شي حاجه. حنا غادي نتمشاو مشاهده قناه شوف تي في، حنا غادي نتمشاو في هذا الكورنيش هذا وغادي تشوفوا الوضع كيفاش داير. يلا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، ما كيبان لكم حتى شي حاجه بتاتا، ما كتبان حتى شي حاجه والو. علاش؟ الاضاءه ما كايناش مشاهده قناه شوف تي في، يعني الا شفتوا هكا غادي ندور التليفون هكا غادي تشوفوا كاين الشوك هنا، راه كاين الشوك، شوف هنا راه كاين الشوك. وفي الجهه الاخرى مشاهده قناه شوف تي في، في الجهه الاخرى كاين نهر أم الربيع، يعني مشاهدي قناة شوف تي في وانتم معنا على المباشر، الإضاءة لا زالت منعدمة بهذا المكان هذا. الساكنة ديال مدينة أزمور كتبغي يكون عندها متنفس، خصوصا نهر أم الربيع هو المتنفس الوحيد لساكنة مدينة أزمور. نهر أم الربيع هذا الكورنيش هو المتنفس الوحيد، أنهم كيهبطوا الأسر، كيهبطوا العائلات، كيهبطوا الإخوة والأخوات، كبار وصغار، ذكور وإناث، كيهبطوا لهنا لهذا الفضاء هذا، كيجلسوا يتمتعوا يستمتعوا بنهر أم الربيع هذا النهر الجميل. ولكن في ظل وجود الأشواك كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، في ظل وجود الاشواك، في ظل وجود وانعدام الاضاءه بهذا الكورنيش هذا، كيخلي هذا المتنفس الوحيد للساكنه ديال مدينه ازمور انهم ما يتمتعوش به وما يستمتعوش به. انا غادي نحيد الفلاش ديال التليفون، فالاضاءه منعدمه كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، يعني الاشواك، يعني المكان مظلم هذا اللي كيخلي ان الناس انهم ما يبقاوش يدوزوا من هنا، ما يبقاوش انهم يبدلوا الجو هنايا، وخصوصا هذا المكان هذا اللي هو مظلم لهذه الدرجه هذه. ها انتم شوفوا مشاهده قناه شوف تي في، راه انا كنبغي نوريكم الوضع كيفاش داير، ولكن انعدام الاضاءه ما كتوضحش الامور كيف ما هذه. هنا راه كاين الشوك، هنا الاشواك، ها انتم مشاهده قناه شوف تي في، الاشواك بكورنيش نهر ام الربيع. يعني الناس مشاهده قناه شوف تي في، الناس كتبغي تدوز من هنايا، تلقى كريسيات، تلقى اضاءه،
في متناول الساكنه انهم يجيو ويجلسوا هنا بنهار بنهار. مشاهده قناه شوف تي في ديال وجود هذه الاشواك كيخافوا احقاف كيخرجوا العقارب من هذا المكان هذا، كيخرجوا الثعابين في هذا المكان هذا، وخصوصا كنشوفوا الاشواك اللي كاينه هنايا. الى حيدنا الفلاش مشاهده قناه شوف تي في ما غادي يبقى يبان لنا حتى شي حاجه. هذه رساله من المسؤولين، من هذه رساله من الساكنه ديال مدينه ازمون المسؤولين شهرين على هذا على هذا واللي مسؤولين على هذا المكان هذا. كما كيطلبوا الساكنه ديال مدينه ازمون كيطلبوا حتى شي حاجه سوى انهم كيطلبوا باضاءه تكون متواجده في هذا المكان هذا. كيف ما كتشوفوا حتى الحواجز فهي ما كايناش، كيف ما كتشوفوا حتى الحواجز هاد لي باريير لهنايا الواد فما كاينينش. يعني شوفوا الوضع، حنا مازال متواجدين معكم مشاهده قناه شوف تي في عبر المباشر عبر كورنيش نهر ام الربيع، ولازال الساكنه ديال مدينه ازمور انها كتحتاج على هذا الوضع هذا، باغين يلقاو اضاءه اللي تخليهم انهم يدوزوا من هنا بالليل. ماشي مشكل انهم، ولكن في ظل وجود هذا المشكل ديال الاضاءه كتخلي ان الناس ما يبقاوش يهبطوا من هنا، ما يبقاوش يدوزوا من هنا، خصوصا الاخوات ديالنا والامهات ديالنا والاسر ديالنا. مشاهده قناه شوف تي في من طبيعه الحال الظلمه في هذا المكان هذا، وحنا على المباشر. يعني مشاهدة قناة شوف تي في الى من بداية البث المباشر وحنا مازال غاديين معكم. انعدام الإضاءة بكورنيش نهر ام الربيع، الا حنا قدامنا واحد البولات اللي شاعلين، ولكن في هذا الكوتي هذا الجهة الاخرى كاملة من بداية اللايف حتى لهنايا فهي الإضاءة ما كايناش. مشاهدة قناة شوف تي في انتم مازال معنا على المباشر مباشرة من كورنيش مدينة ازمور، مباشرة من مدينة ازمور. مشاهدة قناة شوف تي في كنتمناو ان الرسالة تكون وصلت للناس المسؤولين على هذا الكورنيش هذا، كنتمناو انه يلبيو الطلب ديال الساكنة ديال مدينة ازمور ومرتادي هذا الكورنيش هذا. مشاهدة قناة شوف تي في كنتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء، نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر. إلى ذلك الحين كنقول لكم أسعد الله أوقاتكم، إلى اللقاء.